هو انتوا هتصوموا السنة دي؟ مستغربين ليه؟ مستغربين من السؤال؟ هو انتوا هتصوموا السنة دي؟ طب ينفع تصوموا وانتوا زعلانين؟ ينفع تصوموا وانتوا شايلين من بعض متضايقين بينكم مسافات وبلاد؟ طب ليه؟ طب هتفضلوا كده لحد امتى؟ هو مش رمضان ده موجود علشان يجمعنا، علشان يخلينا نحب بعض، علشان يخلينا نسامح بعض، علشان يخلينا نقرب اكتر من بعض؟ مش رمضان ده موجود علشان يبقى فيه لمة العيلة، علشان نحس بدفى العيلة، علشان نقرب من بعض أكتر، علشان نقدر نعلم أولادنا يعني إيه صلة رحم، يعني إيه تيجي على نفسك علشان ترضي اللي حواليك، يعني إيه تيجي على نفسك علشان تجبر بخاطر اللي حواليك؟ اللهم اجبر بخواطرنا يا رب العالمين، اللهم اجبرنا جبرا يليق بعظمتك وجلالك يا رب العالمين. وفي أول حلقة من شهر رمضان المعظم يسعدني ويشرفني ان يكون معايا مهندس علي بركات. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، وهسيب حضرتك تعرف نفسك للساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك نورتني. ربنا يبارك في حضرتك، كل سنه وحضراتكم طيبين. مهندس علي جمال سعيد. بركات الشرقيه منيا القمح سعدين، صاحب مكتب استشارات وتصميمات هندسيه، عضو لجنه البت الفني للتصالح في مخالفات البناء. اهلا بحضرتك. ومخالفات البناء والتصالح موضوع شائك جدا، ويمكن نقول هو موضوع الايام دي. تمام. مبدئيا كده يعني كل المشاهدين لما نسمع عن مخالفات البناء فعايزين نعرف ايه هي مخالفات البناء، وامتى اقول فعلا ان المبنى ده مخالف. تمام حضرتك، مخالفات البناء دي كذا حاجه. يعني طبعا اي حد بنى بيت بدون الحصول على ترخيص بناء من الجهه الاداريه اللي هي الوحدات المحلية أو جهاز المدينة أو مجالس المدن، فده كده أصبح العقار مبني مخالف. وبعض المخالفات طبعا أحيانا العميل أو المواطن بيحصل على رخصة بناء وبيتم البناء مخالف لشروط الترخيص، يعني ما بينفذش الرسومات المعمارية اللي هي اتقدمت في الرخصة، سواء مخالفات معمارية أو مخالفات إنشائية، فكده برضو أصبح المواطن خالف شروط ترخيص، فكده أصبح عنده مخالفة في البناء. وفي طبعا البناء بدون ترخيص خالص زي ما تم في الاونه الاخيره. تمام. ان حصل تعدي كبير جدا جدا على الاراضي الزراعيه. تمام. فاصبح هناك مخالفات كثيره جدا جدا في البناء على ارض زراعيه، اصلا الارض لا تصلح للبناء وتم التعدي عليها، فاصبح هناك كم كبير جدا جدا من مخالفات البناء. تمام. اشتراطات البناء الجديده بقى ومواقع التواصل الاجتماعي عليها جدل كبير وكلام كبير. ناس تقول ان المباني خلاص اتفتحت في القرى، تمام، وان ده حاليا متاح. طيب البناء في القرى وفي المدينه، هل في فرق ما بين التراخيص داخل المدن وداخل القرى؟ وهل الكلام اللي احنا بنسمعه ده صحيح او لا؟ بص يا فندم، اولا البناء او التراخيص في القرى يختلف تماما عن التراخيص في المدن. ده اولا نقدر نقول ان التراخيص في القرى ما زالت حتى الان شغاله طبقا للقانون 119 لسنه 2008. ده كده اشتراطات التراخيص داخل القرى. طبعا قانون البناء ده صدر في شهر 5 2008، وحتى الان المباني في القرى شغاله على نفس القانون. تمام. موضوع بقى لصفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وكل شويه نلاقي منشور مبروك تم فتح البناء، رسوم اصدار التراخيص في القرى، الكلام ده كله مش صح تماما. يعني تمام. لان المباني في القرى تحديدا ما فيش اصلا ايقاف ليها، او ما تمش صدور قرار بايقاف المباني في القرى. المباني شغاله، بس لازم تكون الارض اللي هتبنيها تخضع لشروط قانون البناء الموحد اللي هو 119 لسنه 2008، انها تكون داخل الحيز العمراني جوه القريه، وتبدا تحصل على ترخيص من الجهه الاداريه اللي هو من الوحدات المحليه، وبالتالي هتبني ما عندكش اي مشكله خالص. تمام. ما عندناش مباني وقفت خالص في القرى نهائيا حتى الان. ولكن طبعا المشكله الموجوده حاليا فعلا اللي هي تراخيص البناء داخل المدن طبقا للاشتراطات البنائيه الجديده. يعني ده كلام صح ان المباني مفتوحه في القرى؟ مفتوحه في القرى اصلا، مش مش انها فتحت زي ما بنسمع على السوشيال ميديا. هي ما وقفتش اصلا، هي اصلا ما وقفتش. موقفتش. يعني المباني اصلا ما وقفتش عشان انها تفتح يعني. تمام. فالمباني شغاله عادي خالص، ما فيش اي مشكله. اي مواطن عنده قطعه ارض داخل الحيز العمراني في اي قريه يقدر يقدم ترخيص ليها من 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 الصبح على طول، ما فيش اي مشكله خالص يعني. تمام. ده بالنسبه للبناء داخل القرى. بالنسبه للرسوم اللي بتتنشر، اللي يتم نشرها برضه على مواقع التواصل الاجتماعي، فطبعا هي غلط تماما، ما هيش مظبوطه خالص يعني. سواء من رسوم تحسين او رسوم المتر اللي بتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام.
تمام. بالنسبة لاشتراطات البناء داخل داخل المدن، المدينة بقى. طبعا هي فيها كذا كذا مشكلة أو كذا عائق قدام المواطن، أولها طبعا عقد المشهر اللي تم التنازل عنه مؤخرا وبدأ يتم استبداله بعقد صحة ونفاذ، فطبعا تمام ده سهل الدنيا شوية. تمام في بعد كده بعض الضوابط اللي الناس مش قادرة تستوفيها فعلا في القطاع، زي مثلا إن أنت لو القطعة عندك أزيد من 170 متر هتضطر تبني منها 70% فقط لا غير، فأصبح المواطن هيسيب من قطعة الأرض بتاعته مثلا 30%، فده مسبب للمواطن مشكلة شوية. تمام وفي طبعا المشكلة الأكبر إنه بيلزم كل البناء يكون عدد الأدوار أرضي وأربع طوابق فقط لا غير. طب الجزء اللي بيتم التنازل عنه، يعني هو لو هيبني على 70% والجزء ال 30% ده من داخل البيت بس بيتعمل عليه سور، اه يعني بيبقى تابع البيت عند حضرتك بس مساحة متروكة للتهوية، ده زي يعني نظام زي نظام المدن المدن الجديدة الجديدة العاشر بالظبط. بدر الشروق، نفس التخطيط العمراني في المجتمعات العمرانية الجديدة، ده نفس النظام. بس طبعا عشان احنا كمواطنين جوه المدن ما اضطرناش نعمل حاجة زي كده، فبالنسبة لنا وضع جديد فمسبب مشاكل للناس، بعيد عن ان ممنوع اي نشاط سكني داخل المبنى، اي نشاط غير سكني داخل المبنى، اه يعني فبتقدم على رخصة نشاط المبنى سكني يبقى سكني، سكني بس. تجاري تجاري، إداري إداري. والنشاط السكني لازم بتطبق فيه الكود المصري لنسبة إيواء السيارات، فطبعا ده أنت مثلا العمارة وليكن أرضي وأربعة، فمحتاج لكل طابق مثلا هيبقى فيه أسرة، لو شقة يبقى سيارة، لازم بتحدد لها مكان تحت تمام. جراج في المبنى، فده مسبب طبعا عائق للمواطنين، وبالتالي ما قال لان جزء مستقطع من المساحه مش يعني تبع هيستخدمه. المبنى محطوط لإيواء السيارات، مفيش أي نشاط تجاري. تمام في بعض المواطنين اشترت أراضي بقيمة كبيرة جدا كاستثمار عقاري طبعا، ولما حصل وقف البناء وعدد الأدوار والاشتراطات ديت أصبح هو يعني مهدد بخسارة كبيرة، يعني اه اشترى طبعا. قطعة أرض بمبلغ كبير عشان يعملها مثلا وليكن 6 أدوار أو 7 أدوار طبقا للبناء في العهد السابق، يعني اتفاجئ بتغيير الأمر. يعني ده طبعا قيمة الأرض بتبدأ تقل طبعا على حسب أكيد ظروف أكيد القانون طبعا الجديد، أكيد، صح لأن كده؟ مفيش أي أرض جوه المدينة مواطن قادر يعملها رخصة حتى الآن، تمام. يعني الرخص فتحت في تاريخ 1/7/2021 داخل المدن، لحد الآن مفيش رخصة صدرت داخل المدن. تمام. حضرتك باشمهندس دلوقتي قلت لي الحيز العمراني، تمام. طب هل في فرق ما بين التصالح داخل الحيز العمراني والتصالح خارج الحيز العمراني؟ ده بداية السؤال بقى. تمام. بالإضافة ليه بقى، هل في فعلا حالات يتم رفضها في قانون التصالح الجديد؟ حضرتك أولا التصالح لما نزل قانون التصالح كان أصلا نازل مخصوص لحالات البناء داخل الحيز العمراني أو الأراضي التي تصلح للبناء، ولكن السادة المسؤولين ربنا يبارك فيهم ويحفظهم إدوا بند لكل من تعدى على الأرض الزراعية هنسمح ليه بالتصالح، وبالتالي أصبح في تصالح خارج الحيز العمراني ولكن مقيد بشروط. فالتصالح داخل الحيز العمراني مصرح لأي مبنى داخل الحيز العمراني، تمام. لا يتم رفض التصالح لأي مبنى داخل الحيز العمراني إلا في حالة أو اتنين، أهمها طبعا الحالة الأولى التعدي على خط البناء، تمام. الحالة التانية التعدي على خط التنظيم، الحالة التالتة التعدي على أملاك الدولة. يعني أي مواطن بني داخل الحيز العمراني متعدي على خط البناء أو متعدي على خط التنظيم أو متعدي على أملاك الدولة يتم رفض التصالح الخاص بالمواطن، ولكن التصالح خارج الحيز العمراني طبعا مقيد بشروط. اهم شرط في التصالح خارج الحيز العمراني ان يكون المبنى داخل نطاق التصالح، وفي فرق كبير بين داخل نطاق التصالح وخارج نطاق التصالح. المبنى داخل نطاق التصالح يتم التصالح عليه اذا هو مستوفي لشروط التصالح، ما هوش متعدي على خط بناء، ما هوش متعدي على خط تنظيم، مستوفي الاشتراطات اللي بتقررها لجنة البت الفني للتصالح. وبنسبة 90% جميع حالات خارج الحيز داخل نطاق التصالح بيتم قبول التصالح عليها، ولكن تمام. خارج نطاق التصالح هو اللي مشكلة. تمام. لسه هيخش مرحلة جديدة إن شاء الله، والسادة المسؤولين شغالين على التعديل، والقانون الجديد شغال مناقشات في مجلس النواب النقطة دي تحديدا يعني. تمام. وحاليا برضو أي مبنى غير سكني خارج الحيز العمراني يتم رفض التصالح الخاص بيه. طب لو حبينا نقول كده سريعا أهم الشروط، أهم الشروط، أهم الشروط للداخل الحيز العمراني أو خارج الحيز العمراني، لده وده، ونوضح الفرق بينهم بسرعة. طيب أهم الشروط في التصالح أن يكون المبنى سليم إنشائيا طبقا لتقرير السلامة الإنشائية المعد بواسطة مهندس استشاري تمام مقيد من قبط المهندسين، ده الشرط تمام. الأولاني. الشرط الثاني ما يكونش معد قيود ارتفاع سواء سلطة الطيران المدني أو قيود ارتفاع الطيران العسكري، ده أهم شرطين لقبول التصالح.
سواء داخل الحيز او خارج الحيز. تمام. هنضيف بقى شرط كمان لخارج الحيز، ان يكون نشاط العقار سكني ومأهول بالسكان ويستمتع بالمرافق. تمام تمام يا باشمهندس. طب ايه عقوبة يا باشمهندس البناء بدون تراخيص؟ حضرتك عقوبة البناء بدون ترخيص طبعا بيعرض المواطن لمحاكم، طبعا يعني يستدعى المواطن امام المحاكم ويتعمل له محاضر، المحاضر دي بتقول ان هو يتحكم عليه بحبس وغرامات. طبعا سواء حبس او غرامات فيها مشكله كبيره للمواطن. الغرامات دي بتسدد في المحكمه، لو المواطن ما سددش الغرامات بيبدا يتعمل له محاضر تانية تبديد للغرامه. تمام. فبتبدا الغرامه تتضاعف على المواطن والمواطن ماهوش عارف. بيتفاجئ بعد كده ان عليه ارقام كبيره جدا جدا غرامات لانه بنى بدون ترخيص. تمام. طب ازاي نقدر نبني بعد انهاء التصالح؟ طبعا حضرتك حاليا دلوقتي انهاء التصالح المواطن يستلم نموذج 10، اذا داخل الحيز العمراني بيقدر يقدم على رخصه بناء. تمام. اما اذا خارج الحيز العمراني فهو حاليا بيستلم نموذج 10، ممكن يقدم بيه على مرافق يستكمل مرافق للعقار لو عنده حاجات مش مستكمله في العقار. ممكن لو عنده قضايا بياخد ليها اسقاط نهائي او انقضاء الدعوه بالتصالح. تمام. ده بالنسبه لاستفاده نموذج 10 بالنسبه لخارج الحيز حاليا. تمام. ولكن داخل الحيز بيقدر يستكمل يقدم على استكمال اعمال داخل الجهه الاداريه. بحكم ان هو حصل على نموذج 10 اصبح البيت مقنن، يعني البيت على وضعه كده اصبح معاه رخصه رسمي اللي هو نموذج 10، رخصه منتجه لاثارها ولكن للاجزاء اللي معموله على الطبيعه. يعني المبنى دورين وعمدان فهو اخذ رخصه بالكلام دوت. تمام. ما ينفعش انا اخد نموذج 10 واروح اشتغل بعد كده، لا انا حتى عايز استكمل السقف اللي هو واقف على الدور او اقدم تعليه مثلا اعلي عنده دورين، عايز اعلي دور اعلي اتنين. بقدم في الجهه الاداريه تاني ان انا عايز استكمل اعمال للمنزل. تمام. وبينزل لي معاينه من التخطيط طبعا تاني. اذا المبنى يعني اذا الشارع عرض الشارع يسمح بالارتفاع ببدا اخد امشي في اجراءات التراخيص وباخد رخصه وبستكمل اعمال عادي جدا. تمام. في القرى طبقا لقانون البناء 119 لسنه 2008، وفي المدن طبقا للشروطات البنائيه الجديده. تمام. نموذج 10 للتصالح واللي بنعتبره اخر خطوه لانهاء ملف التصالح الخاص بالمواطنين. لو احنا عايزين نعرف ايه خطوات الحصول على نموذج 10، تمام، عايزين نوضح بس للساده المشاهدين ازاي نقدر، او خطوات الحصول على نموذج 10. حضرتك ملف التصالح لما فرضوا علينا التصالح في اوراق خاصه بالملف بيستكملها المواطن عشان يكون كده استوفى الملف الخاص بالمواطن. تمام. طول ما المواطن لسه عنده اوراق غير مستوفاه داخل ملف التصالح مش هيقدر يحصل على نموذج 10. كل المواطنين دفعت جديه وقدمت تصالح، الجديه دي اللي كان مقصود بها ربع مبلغ التصالح كجديه تعاقد، وقدم صوره بطاقه وقدم مثلا رسومات هندسيه، ومعظم المواطنين اكتفت ان كده خلاص انا قدمت ومستني الحكومه. فطبعا انت عندك لسه في مشكله كبيره، لسه عندك الملف بتاعك لم يكتمل، لسه مطلوب من حضرتك تثبت ان المبنى سليم انشائيا ويتحمل الاحمال الواقعه عليه بامان تام، اللي هو التقرير الاستشاري اللي هو نموذج 2 ألف او نموذج 2 ب طبقا للجهات المعنيه اللي قدمت لنا المستندات دي. تمام. وحاجه تانية، تاريخ ارتكاب مخالفه اخر تاريخ ارتكاب المخالفه لاخر جزء في العقار. تمام. بمعنى ان قانون التصالح لما صدر صدر تحديدا تاريخ 8/4/2019. فطبعا التاريخ البناء دوت تاريخ المصالحات هيتم لاي حد بنى او اقام بالمخالفه قبل التاريخ ده. تمام. من قام بالمخالفه بعد يوم 8/4/2019 مرفوض التصالح على المخالفه اللي تمت. تمام. فبالتالي انا لازم كمواطن اقدم مستند رسمي حددته الجهات المعنيه ان اقول ان المبنى او المخالفه دي تمت بالفعل قبل يوم 8/4/2019. ده اللي هي اثبات التاريخ. اللي هو بيجي من كذا حاجه طبعا، في ضرائب عقاريه لو المبنى مسجل في الضرائب العقاريه. انا كنت هقول نسبه ده ازاي فعلا. في ضرائب عقاريه لو المبنى مسجل في الضرائب العقاريه. في صوره فضائيه من القمر الصناعي طبعا، لان القمر الصناعي مصور كل حاجه تمت في مصر بالكامل، يقدر يحدد المكان ده اتبنى امتى او اتصب امتى. ده الحاجة التانية. في شهادة كربونية من كليات الهندسة والجامعات المعتمدة. تمام. تنزل الكلية تعمل تبعت لجنة تسحب عينة من الخرسانة وتقدم لها تحاليل في معامل الكلية، وبتقدر تحدد ان الخرسانة دي فعلا تمت بتاريخ كذا. تمام. ده كده الإثباتات اللي هي بتتم عشان أثبت لهم تاريخ مخالفة العقار عندي. تمام. مجرد ما أنا أقدم التقرير وأثبت مخالفة آخر دور بيبدأ الجهة الإدارية بتعمل لي حاجة اسمها نموذج 5 طبعا، عشان تقول إن أنا مش متعدي على أملاك الدولة، مش متعدي على الشارع، مش متعدي على خط التنظيم. وبالتالي بتنزل لي لجنة البت الفني
تعاين العقار وتحدد الغرامة. بمجرد ما ادفع الغرامة بقدم بالحصول على نموذج 10، وكده يبقى انا انهيت نموذج 10. تمام. طيب سمعنا ان في نموذج 10 دائم ونموذج 10 مؤقت، ايه الفرق بينهم يا باشمهندس؟ حضرتك نموذج 10 دائم دوت اقدر بيه ارخص، اقدر بيه اجيب مرافق، اقدر بيه يعني الغي القضايا القضايا الدعويه ضد المخالفات دي، يعني هو يعتبر رخصه خلاص، يعني نهيت وضعي بيه نموذج 10 الدائم. نموذج 10 المؤقت المشكله عشان اقدر استخدمه لازم يمر عليه 3 سنين، وبعد الثلاث سنين اقدر استخدم نموذج 10 المؤقت في استكمال الاعمال. تمام. يبقى نموذج 10 المؤقت مش هقدر استخدمه قبل 3 سنين، او ان في خلال الثلاث سنين لجنه تنزل لي وتعين العقار، سواء الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه او هيئه او لجنه يحددها الجهه المعنيه زي لجنه البت الفني او لجنه اخرى، يعني حسب ما هيئه تمام حسب ما الجهه المعنيه تقدم او تقرر الكلام دوت. مجرد ما لجنه تنزل خلاص هاخد نموذج الدائم. طب لو لجنه ما نزلتش يبقى انا هضطر استنى 3 سنين من تاريخ تحرير نموذج 10 المؤقت، وبالتالي اقدر استخدمه في استكمال الاعمال والمرافق والى اخره. يعني معنى كلام حضرتك ان في حالات ممكن استخدم فيها نموذج 10 الدائم على طول، وفي حالات لازم اضطر ان انا استخدم نموذج 10 مؤقت وبعد كده استخدم الدائم؟ هو نموذج 10 المؤقت حضرتك كان استاذ الدكتور مصطفى مبولي رئيس الوزراء نزل قرار بان كل مبنى اقل من 3 ادوار ومساحته اقل من 200 متر يقدر يتصالح فورا، يدفع الغرامه كامله، بس هياخد نموذج 10 مؤقت مش هياخد الدائم، وينتظر تمام خلال 3 سنين، يا اما لجنه تيجي يا اما لجنه ما تجيش. تمام. لو لجنه جت مثلا خلال شهر 2 سنه 2 3 بتديك نموذج 10 الدائم. تمام. اذا لجنه ما نزلتش ومر على تاريخ تحرير نموذج 10 المؤقت 3 سنوات كده اصبح نموذج دائم، تقدر تستخدمه في جميع الاعمال اللي حضرتك عايز تقدمها في المبنى بتاعك. تمام تمام. فنقدر نقول ان نموذج 10 الدائم هو الاساس، هو اللي اقدر استخدمه سواء في استكمال الاعمال او في المرافق او الى اخره. تمام تمام. نموذج 10 المؤقت يعني هيضطرنا ان احنا لازم ننتظر ان احنا نستلم نموذج 10 الدائم. يعني معنى الكلام ده ان هو يقعد 3 سنين مثلا بدون مرافق لحد ما يستلم نموذج 10 الدائم. هو اساسا يا دكتوره حضرتك جميع المباني اللي اقيمت متوفر لها مرافق، لان المرافق طبعا في ممارسات، في عشوائيات، في طلمبات، فكده كده المواطن محتاج نموذج 10 عشان يستكمل اعمال، اذا كان محتاج يصب دور او دورين، او عنده قضايا عايز يسقط بيها القضايا، او ينجي نفسه من مخالفات البناء. تمام تمام. طيب ايه الخطوات اللي بتتم بعد الحصول على نموذج 10؟ حضرتك نموذج 10 مثلا لو انا داخل قريه واستلمت نموذج 10 محتاج مثلا لو هصب الدور القائم او هعلي دور، يبقى اول حاجه بروح للجهه المعنيه اللي هي الوحدات المحليه واقدم على طلب استكمال اعمال. تمام. الوحده المحليه طبعا بيتم معاينه العقار، وبيبقى اول خطوه في الموضوع ان انا بيعمل لي حاجه اسمها استبيان موقع، ان انا اقدر الحكومه ترد عليا بان الموقع دوت داخل الحيز العمراني ولا لا. مجرد ما الرد ده يجي اذا داخل الحيز العمراني بستكمل رخصه البناء عادي جدا طبقا للقانون 119 لسنه 2008. تمام. كاني بمشي في رخصه جديده تماما. تمام. يعني انا مش خدت نموذج 10 كده ان انا خلاص رخصت او هروح ادفع مثلا جزء في الوحده واصب، مفيش الكلام ده خالص. ده انا اخدت نموذج 10، اذا المخالفه اللي عندي اصبحت غير موجوده. طب عايز انا اعمل اي عمل جديد يبقى لازم اقدم على رخصه جديده من البدايه خالص، بمشي خطوات الرخصه الجديده من البدايه خالص. تمام. عشان بقى شبكات ومعلومات تقول ان انا داخل حيز، وبعد كده بقدم على بيان صلاحيه موقع. تمام. وبعد بيان صلاحيه بقدم على رسومات الترخيص والترخيص. تمام. وطبعا في لازم بجيب تقرير استشاري معتمد من نقابه المهندسين يفيد ان المبنى اساسا يتحمل احمال التعليه. انا جبت قبل كده في التصالح تقرير ان المبنى سليم على وضعه، دورين واعمده، دورين، دور، 3 ادوار، استكمال بقى البناء، ولكن هستكمل. ايوه. هل المبنى هيتحمل ان انا اعلي عليه دور او اصب؟ فده لازم بجيب بيه افاده تاني من مهندس استشاري معتمد داخل نقابه المهندسين. تمام. بعد ما استكمل اوراق دي كلها ببدا اسدد الرسوم بتاعه الترخيص داخل الوحده المحليه، ومن ثم الحصول على رخصه الاستكمال. تمام. سواء صب دور او صب وتعليه او تعليه من الاساس خالص. تمام تمام. طيب باشمهندس، لو نقدر نقول ايه النصيحة اللي حضرتك ممكن توجهها للمشاهدين على مستوى الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه حاليا، ازاي ان هم ما يتعرضوش لأي مخالفات او ان هم يمشوا قانونيا بشكل سليم؟
حضرتك طبعا يعني بوجه نصيحة لكل المواطنين، تجنب المخالفات نهائيا، يعني ما تسمعش لأي حد، ما تسمعش لأي مواطن، ما تسمعش لأي مهندس، ما تسمعش لأي جهة، حتى لو حد من جهة إدارية بيقول لك ابني أو اعمل، ما تسمعش كلام أي حد خالص. المخالفات مرصودة تماما بالقمر الصناعي، مجرد ما تعمل المخالفة ممكن ما يفوتش عليك شهر اتنين تلاتة أربعة تتفاجئ إن جاي لك موظف معاه استمارة متغيرات مكانية بيفاجئك إن أنت فعلا صبيت وعملت مشكلة، وبالتالي بيحصل لك إزالة فوري للعمل اللي تم بالمخالفة. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، لو ما تمتش الإزالة أو يعني اتعرفت وقت ارتكاب المخالفة، بيتم الإزالة الفورية وبتتعرض للمحكمة العسكرية. طبعا بيبقى الموضوع مشكلة كبيرة جدا جدا، تعرض للحبس، لأن الموضوع دلوقتي بقى مجرم في القانون. يعني الموضوع ما بقاش مجرد غرامات مالية لا لا فقط. خالص خالص، يعني حتى في التعديل الجديد أصبح مخالفات البناء مخالفة مخالفات مخلة بالشرف، فأصبح الموضوع حتى مش هيبقى مقتصر على اللي قام بالمخالفة، لا ده يعود عليك وعلى أسرتك من بعدك، فالموضوع تمام. بقى فعلا مجرم جدا جدا. فبنصح كل المواطنين يتجنب المخالفات. اللي عنده أرض جوه الحيز يتفضل يقدم على تراخيص، مفيش مشكلة خالص. اللي عنده أرض ولم تدخل الحيز العمراني، الجهة المسؤولة حاليا بتعمل على توسيع الحيز العمراني الجديد، تمام. فطمنوا خالص يا جماعة، إن شاء الله الحيز قريب جدا، نبشركم إن شاء الله، والناس كلها تبني والدنيا كلها تبقى بسيطة وسهلة إن شاء الله. يعني دي نعتبر ان هي بشرى على الهوا، إن ناخدها شاء الله كده بشرى على الهوا إن شاء انفراد في الله، شبابنا إن شاء ومستقبلنا. الله بأمر الله، ربنا ييسر الخير وكل المواطنين تفرح إن شاء الله بأمر الله. باشمهندس، لو قلنا اغرب حاجة اتعرضت عليك في موضوع المخالفات او ملفات التصالح، ايه اغرب حاجة شفتها في الموضوع ده؟ هو طبعا احنا اتفاجئنا بحاجات كتير، يعني يمكن اغربها ان في مواطنين داخل الحجز العمراني وبنوا بدون ترخيص. يعني انت اصلا ليك حق تبني، ليك حق تاخد رخصه، ليك حق الموظف مش يبتزك، تبقى انت واقف على كويس جدا ما عندكش اي مشاكل، واقف على ارض صلبه ما عندكش اي حاجه. ومتفاجئ ان انت كمواطن بتروح مثلا تشتغل مخالف، ومن يامة تانية تروح لمحامي تدفع مصاريف قضية، بتجهز نفسك من البداية ان انت مؤهل يبقى في قضايا وكده. طب ليه؟ يعني طبعا دي كانت اغرب حاجة بتقابلنا. طب اللي بنى في ارض لا تصلح للبناء مثلا، ممكن نقول يعني ليه عذر، مش عنده بديل، فلازم هيخالف مثلا. طب اللي ارضه جوه الحيز بيخالف ليه؟ طبعا دي اكبر مشكلة، ان في ناس ممكن ما نقول زالت ده حتى الان، استعجال مثلا. ما هو حتى لو استعجال، يعني في ناس ما زالت حتى الان بتفكر ان هو لو جوه الحيز يقول ايه، طب انا لسه هرخص واقعد شهرين ثلاثه ارخص، لا انا عايز ابني وخلاص. طب ماشي، ما شهرين ثلاثه يرحموك من محكمه، يرحموك من جري في المحاكم، غرامات بعد كده، يرحموك من ازالات. انا لسه كنت هسأل واقول، هل ممكن يكون يترتب عليه قرارات ازالة فيما بعد؟ حاليا يا فندم مستحيل حد يبني مخالف. انا بتكلم الكلام ده كمان، اللي كان بيبني باستعجال او مخالف قبل كده، كان قبل ممكن مثلا القانون. لحد قبل 2019، قبل القانون. ولكن من بعد 2019 وصدور قانون البناء مستحيل يكون حد عارف يخالف، ما حدش يعرف يخالف. تمام. فطبعا نصيحة لكل المواطنين، تجنبوا المخالفات خالص، محدش يبني مخالف نهائيا. المتغيرات المكانية شغالة 24 ساعة في ال 24 ساعة، تمام. وربنا يعافينا جميعا من المخالفات. اللهم امين يا رب العالمين. حضرتك طبعا تزامن وقت الحلقة مع شهر رمضان المعظم طبعا، ومع اول جمعة في شهر رمضان، عايزين حضرتك توجه رسالة لحد عزيز عليك في شهر رمضان، تقول لي مين الشخص العزيز عليك ده وتقول له ايه، مع اني انا عارفة يعني، بس اتفضل. طبعا يعني هقول برضو الرسالة إن شاء الله هوجهها لحضرتك، وهقدم نصيحة برضو للشباب. الأول بالنسبة للرسالة، طبعا هو مش شخص واحد عزيز، يعني طبعا هقدم الرسالة لزوجتي والوالدي ووالدتي. والدي ووالدتي طبعا وقفوا كتير جنبينا، يعني فربنا يبارك فيهم ويحفظهم، وكل عام وهم طيبين وربنا يمتعهم بالصحة والعافية. وزوجتي ربنا يبارك فيها ويحفظها ويجعلها قرة عين إن شاء الله، دنيا وآخرة بإذن الله. نورتنا حضرتك يا باشمهندس، ودي كانت أول حلقة لينا في شهر رمضان، وتزامنت مع أول جمعة في رمضان. اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا، اللهم إنا نسألك أن تجبر بخواطرنا، اللهم إنا نسألك أن تجبرنا جبرا يليق بعظمتك وجلالك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأحبتنا ووالدينا من عتقائك من النار يا رب العالمين. انتظرونا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج شبابنا مستقبلنا.